السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. حقق فريق الرفاعي الشرقي فوزا ثمينا ومهما على فريق سترا بثلاثة أهداف دون رد في ختام الجولة 13 من منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. تقدم للرفاعي الشرقي في الشوط الأول بهدف عبر اللاعب سامي الحسيني، بعدها أضاف الصربي ميلادين ثاني الأهداف في الشوط الثاني، ثم عزز أحمد جلال تقدم فريقه بالهدف الثالث ليصعد إلى المركز الثالث ب18 نقطة، فيما تجمد رصيد سترا عند 15 نقطة في المركز الثامن. ينجح الرفاعي الشرقي في تحقيق فوزه الأول تحت قيادة المدرب محمد الشملان. وفي لقاء آخر تمكن فريق الحالة من الصعود للمركز الرابع أثر فوزه على البسيتين بهدفين مقابل هدف، ويدين الحالة بهذا الانتصار للمحترف البرتغالي توريس الذي سجل الهدفين، فيما سجل البسيتين المحترف البرازيلي ريكو. وبهذا الفوز رفع الحالة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي البسيتين عند 16 نقطة في المركز الخامس. موسيقى الكراسي كما يطلق عليها بعض زملائي المعلقين في الجول. جول!